يتميز حي المعادي بجنوب القاهرة بموقع مميز وبتاريخ حافل منذ أن أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل. هذه إطلالة على منطقة المعادي بالقاهرة بكاميرا ولايف، كما نرى الشوارع في منطقة المعادي، العمارات السكنية. حي المعادي القديم الذي يتميز بهدوئه الشديد، هذا الحي الذي يقع في جنوب القاهرة وفيه عدد كبير من السفارات الأجنبية، وأيضا عدد كبير أيضا من العمارات التي بنيت في العصر الحديث. كما نرى في الماضي كنا نرى في حي المعادي مجموعة كبيرة من الفيلات التي كانت مميزة لهذا الحي الكبير، لكن هذه العمارات والأبراج الهائلة في حي المعادي هي سمة هذا الحي الذي كان يتميز بالهدوء. في جنوب حي المعادي تقع منطقة حلوان أيضا، وهذه المنطقة التي كانت تتميز بأن بها عيون كبريتية للعلاج من الأمراض أو السياحة العلاجية التي ننادي بها في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات. هنا أيضا في الشرق تلاصق منطقة المعادي منطقة البساتين. إذن هذه هي منطقة المعادي القديمة ومنطقة المعادي الجديدة، أيضا في إطلالة من All Life.